دشن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية الدكتور مشعان العتيبي مركزا جديدا لتشغيل وإدارة منظومة العدادات الذكية. فبعد نجاح التجربة الأولى بتركيب 5000 عداد ذكي، تستعد وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لاستقبال الدفعة الأولى من مشروع العدادات الذكية والبالغة 90,000 عدادا، على أن تستكمل بقية الدفعات للوصول إلى توريد ما يقارب 200,000 عداد إضافي خلال سنة. في إطار خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو التحول التدريجي من الشبكة الحالية إلى شبكة إلكترونية ذكية، تم افتتاح مركز تشغيل وإدارة منظومة العدادات الذكية كمشروع حيوي تنموي جديد. لقد قامت الوزارة بتبني مشروع العدادات الذكية، والذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متميزة للعملاء في مجال الفوترة ومراقبة الاستهلاك. 2، العمل على تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية والمائية. 3، تقليص الشكاوي المتعلقة بفواتير الكهرباء والماء وسرعة إصدارها. 4، تقليل التكاليف المترتبة على قراءة حوالي 700,000 عداد شهرياً. 5، تمكين مصادر الطاقة المتجددة وتسهيل ربطها مع المنظومة الكهربائية. مشروع العدادات الذكية سيساهم وفق المشرفين عليه في تسهيل العمل وتلافي المشاكل والاستجابة السريعة للعملاء بطريقة متطورة. حالياً جاري العمل بكل نشاط لإجراء الاستعدادات اللازمة والتهيئة لاستقبال الدفعة الأولى من عدادات المرحلة الأولى والمقرر توريدها في يوليو 21، ولتبلغ كميتها 90,000 عداد، على أن تستكمل بقية الدفعات لنصل إلى توريد بقية 200,000 عداد خلال سنة، والعمل على تسريع وتيرة عملية الاستبدال والتركيب والمتابعة وفق منهجية تعتمد في جلها على العنصر الوطني من الزملاء والزميلات الذين نثق بقدرتهم العالية على القيام بمثل هذه الأعمال، وموفرين لهم الأدوات التي تساندهم بالقيام بالواجبات الملقاة على عاتقهم. هذا المركز الجديد للعدادات الذكية يعد خطوة مهمة في مسيرة تحقيق أهداف وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة المرسومة في مواكبة التطور التكنولوجي الحديث. جيهان حبيب، تلفزيون دولة الكويت.